اهم اتنين في طريقة لعب ريني فايلر مع الاهلي هما الثنائي مجدي قفشة وعمر السولية. الاتنين دول فعليا هما عقل ريني فايلر في ارض الملعب زي ما ظهر في ماتش سموحة، وده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من صبورة في الجول. الاهلي استخدم طريقة لعب 4-3-3، ودي الطريقة المعهودة لريني فايلر والطريقة اللي دايما بيحب يستخدمها واللي هنشرحها باللون الاخضر. الثنائي ده دايما عنده مساحة من الحرية في الحركة. بينفذها ازاي؟ لما بتلاقوا في اوقات كتيرة مجدي قفشة بيلعب دور الارتكاز، بيبقى هدفه ان هو ياخد عين وياخد انتباه لعيبة وسط سموحة. في اللحظة دي بتتخلق مساحة فاضية، فبينطلق عمرو السولية وعنده الحرية من ريني فايلر انه ينطلق للمكان ده عشان يستلم الكورة ورا خط وسط سموحة وفي المساحة الفاضية دي، ويدي دعم لمروان محسن. مش كده بس، في اوقات كتيرة مروان محسن كان بيحاول مروان يتحرك على اخر اليمين. ليه؟ لما بيتحرك بره منطقه الجزاء هو هدفه ان هو يعمل زي المغناطيس، ياخد انتباه قلب دفاع سموحه، فتفضى مساحه يتحرك عليها عمرو السوليه مباشره. عمرو السوليه دايما بيدور على المساحه الفاضيه، واحده من الطرق اللي بيحب يخلق بيها الاهلي مساحه فاضيه هي حركه الجناحين. ازاي فايلر بيعمل كده؟ بيعمل كده كالاتي: دايما واحد من الجناحين هتلاقيه شادد الملعب على الاخر، متحرك لورا ومتحرك حاطط نفسه على اخر الخط، هدفه دايما ان هو ياخد معاه انتباه الظهير بتاع الخصم زي سموحة. في الحالة دي لما بيعمل جيرالدو الحاجة دي مثلا، بيكون الهدف بتاعه انه يشد انتباه قلب الدفاع. مروان محسن بيتحرك فبيشد انتباه قلب الدفاع التاني، في الوقت ده بتتخلق مساحة بياكلها رمضان صبحي اللي بيتحول لمهاجم تاني. ودي الطريقة اللي جه منها مثلا هدف الاهلي في المباراة، ان مروان محسن خرج من ارض الملعب فضيت مساحة كبيرة جدا كلها رمضان صبحي لما استلم الباص من مروان محسن. خطة فايلر ممكن تكون ممتازة للأهلي قدام الخصوم اللي هيلعبوا بطريقة دفاعية بسبب الكثافة العددية اللي بيخلقها سواء عن طريق مجدي قفشة أو عمرو السولية، لكن ماذا لو واجه الأهلي خصما عنده قدرة ان هو يعمل هجمات مرتدة بسرعة بقوة بكثافة عددية، تستغل ان الاتنين دول في اوقات كتيرة بيكونوا متقدمين والمساحة اللي موجودة هنا في وسط الملعب فارغة تماما.